أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة المدى ومقال للكاتب حسن الجنابي تحت عنوان تجفيف الأهوار إجراء تنفيذي لا علاقة له بالتغير المناخي. فالأهوار نظام إيكولوجي هش يعتمد أساسا على وفرة المياه، وبما أن المياه التي تكونت على أثرها الأهوار العراقية هي مياه قادمة من أماكن بعيدة جغرافيا بآلاف الكيلومترات وليست متكونة محليا نتيجة أمطار كثيفة وشبه دائمة كما هو الحال في المناطق الاستوائية مثلا، فهذا جعلها أكثر المناطق الرطبة هشاشة في العالم، ومن السهولة إفناؤها، ويعود السبب في ذلك إلى إمكانية السيطرة على المياه الجارية والتحكم بها وخزنها وقطعها أو تحويل مجراها وغيرها من أعمال يمكن تنفيذها على منابع أو مجاري الأنهار المغذية لها. ولذلك لم تكن أهوار العراق في خطر عبر التاريخ الذي سبق سبعينيات القرن الماضي، لأن المياه كانت تجري إليها وباتجاه مصبها في ثغر الخليج من دون عوائق أو أي من دون سدود ومنشآت كبرى. هناك مخاطر أخرى على الأهوار عدا عن السيطرة على مجاري الأنهار والروافد في المنابع، وباعتقادي هي الأخطر، وتتمثل في التعسف والجهل وانعدام المسؤولية لدى بعض المعنيين الذين أتيحت لهم فرصة الحكم أو ترأس القطاع المائي على المستوى الوطني بعد العام 2003. تغيرت المصائر فاتبعت إيران سياسة تجفيف هور الحويزة، في حين أن سياسة إنعاش الأهوار أصبحت سياسة حكومية رسمية في العراق، وقد استعيدت إثر ذلك نسبة معقولة من المساحات التي جففت في السابق. استمر الوضع كذلك حتى وقت قريب برغم الضغوطات الناشئة عن سيطرة دول الجوار على المنابع، إذ جففت الأهوار خلال السنتين 2021 و2022 في ظل حكومة مصطفى الكاظمي. من سوء الحظ فإن الوزير المؤتمن على الأهوار والمسؤول عن استدامتها خلال العامين الماضيين كان من ذوي الثقافة المحدودة، ولم يدرك قيمتها الاقتصادية أو الثقافية أو التاريخية أو الدولية أو الإنسانية، بل إنه صرح في لقاء تلفزيوني بأن الأهوار مجرد منخفض لخزن المياه في أوقات الفيضان. تحت عنوان تشرين في مواجهة التحديات، كتب حسين صالح السبعاوي مقالا جاء فيه: منذ أن انطلقت انتفاضة تشرين في عام 2019 وهي تواجه تحديات أمنية وسياسية لإجهاض مشروعها الوطني الذي يتعارض تماما مع المشروع الطائفي والمحاصصة الحزبية والفساد الذي أصبح سمة عامة في حكومات الاحتلال المتعاقبة بعد عام 2003. لقد استطاعت تشرين أن تعيد المشروع الوطني إلى الواجهة، بحيث أصبح الجميع يتغنى به ويعول عليه في إنقاذ العراق من المستنقع الذي هو فيه. لقد خرج شباب تشرين في أكثر من 200 تظاهرة في مناطق الوسط والجنوب على الرغم من القمع الذي تعرضوا له، وهذا يعد رقما قياسيا في خروج شباب في غضون عام واحد بهذا العدد من التظاهرات في ظل حكومات قمعية وميليشيات حزبية منفرتة. لكن هذا لا يعني أن انتفاضة تشرين معصومة عن الخطأ، ولا هي في منأى عن التحديات والمؤامرات التي تحاك ضدها. كما هو معلوم إن شباب تشرين ليسوا تنظيما سياسيا، بل هي حركة احتجاجية انبثقت من رحم الشعب بسبب الحاجة الوطنية لها. كذلك لو ركزنا على الفئة العمرية لهؤلاء الشباب، نجد أن أعمارهم تقدر بصورة عامة ما بين 18 و28 عاماً، وعادة ما تركز هذه الفئة العمرية من الشباب على الحالة الثورية ورفض الظلم، بعيداً عن التنظيمات والأيديولوجيات، بمعنى بعيداً عن التنظير الثوري المنظم. ومن هنا استغلت بعض الأحزاب السياسية هذه النقطة من خلال دس بعض الشخصيات بين صفوف الانتفاضة ليتصدروا المشهد،
ثم يلتف هؤلاء على المطالب الأساسية لتشرين أو يحرفونها عن أهدافها الأصلية. وفي الحقيقة قد تم هذا الاختراق وتحققت بعض مطالب الأحزاب والشخصيات في الوصول إلى مجلس النواب أو خلخلة وإضعاف الانتفاضة، كذلك زرع الشك بين القيادات الميدانية من خلال خلط الأوراق على المتظاهرين ليعيشوا بين الشك واليقين. إلى صحيفة الميثاق الوطني نقرأ في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان التسوية السياسية تنجب حكومة الإطار والفساد والصراع ونفوذ إيران أبرز معالمها. فقد أعلنت الكتل السياسية بأحزابها وميليشياتها إنهاء الانسداد السياسي بعد توجيه المبعوثة الأممية وإحاطتها لمجلس الأمن بضرورة الاتجاه نحو التسوية السياسية وتقسيم المناصب على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية المقيتة. وبهذه الإملاءات أزدل الستار عن أكذوبة الانتخابات التي قطعها غالبية الشعب العراقي، وانكشف زيف الديمقراطية الوهمية التي عدها الاحتلال أهم منجزاته بعد عام 2003. والكارثة الكبرى أن تشكيل حكومة الإطار الكتلة الخاسرة في الانتخابات جاءت بقرار إيراني بإشراف قاهاني. وقد أظهر أفراد الإطار نشوة النصر على التيار الصدري في جلسة حميمية بين قيس الخزعلي وفاق زيدان والعامري والمالكي تختصر المشهد السياسي وتكشف عن الدولة العميقة والمتحكمين بقراراتها. ستكون حكومة الإطار برئاسة السوداني حكومة الأزمات التي لن تكون عاملاً في الاستقرار لاعتمادها على الوصاية الإيرانية ومحاولة لترسيخ النفوذ الإيراني على حساب مصالح الشعب العراقي. والمشاركون فيها ستكون عيونهم على اختلاس 90 مليار دولار من البنك المركزي العراقي. وستشهد الأيام المقبلة صراعاً داخل أحزاب السلطة يبدأ بمراوغة السودان حول التزاماته مع أربيل التي تكرر نفس الأخطاء السابقة التي حصلت مع المالكي عام 2010، مروراً بمحاولة إقصاء أتباع الصدر من الوزارات ومحاولة تغيير قانون الانتخابات الحالي. وعلى صعيد الملفات الدولية الحساسة فستكون حكومة السودان أداة لتنفيذ رغبات إيران والاصطفاف مع المحور الروسي الصيني الإيراني على حساب مصالح العراق. ولذلك فإن ترسيخ النفوذ الإيراني وحكم الميليشيات هو ما تسعى إليه حكومة السودان وستكون أبرز معالمها. أما السوداني فهو صبي نور المالكي الذي ينفذ رغبات المالكي الحاكم الفعلي لحكومة الإطار الحالية، ولذلك فإن العراقيين تنتظرهم أيام عصيبة في ظل حكومة ميليشياوية لإثارة الأزمات والصراعات المحلية والدولية. تحت عنوان حزب الله الرقمي والحرب السياسية على الفضاء الإلكتروني، نشرت مجلة ناشونال انترست مقالاً لبيير بهلوي البروفيسور في الكلية الملكية العسكرية بكندا، قال فيه إن حزب الله اللبناني تطور على مدى العقد الماضي إلى واحد من أبطال الإنترنت على الساحة العالمية اليوم. وأشار إلى ما كتبه تي اي لورنس العرب بمقال كتبه في عام 1917، لا تحاول فعل الكثير بيدك، ومن الأفضل لو فعله العرب بطريقة مقبولة بدلا من عملك إياه بشكل تام. وهذا بالضبط ما تتبناه الجمهورية الإسلامية في إيران في علاقاتها المتزايدة مع حزب الله وبخاصة في مجال العالم الإلكتروني. وعندما يتعلق الأمر باستراتيجية التأثير، عرف قادة إيران وفي مجال التبادل المعلوماتي والتفويض للاعبين غير الحكوميين أن لا مجال للاعتماد على التواصل الرسمي لكسب عقول وقلوب السكان، فنشر المحتويات الأيديولوجية عبر الشبكات المحلية قد يكون له الأثر العميق من نشرها عبر القنوات الوطنية. فبعد استخدامه كمساعد في حرب العصابات، أسهمت إيران في تطور حزب الله إلى وكيل سيبراني قادر على تكبير القوة الأيديولوجية الإيرانية. وعلى مدى السنين تطورت هذه القوة الخطيرة لكي تصبح واحدة من أبطال العالم السيبراني المهمين. وأسهم الحزب في نشوء موجة من الحرب المهجنة
لكي يستخدمها منذ 2010 للترويج لمكاسبه السياسية والنفسية، ولم يطور حزب الله جيشاً إلكترونياً موازياً لرعيته الإيرانية إلا في عام 2011. وفي تقرير لشركة تكنولوجيا بريطانية سمول ميديا، كشف أن إيران زادت من استثماراتها في الأمن الإلكتروني بنسبة 1200%، وذلك ما بين 2013 و2015، وانسحبت النفقات الكبيرة على الحرب الإلكترونية على حزب الله الذي زاد من استثماراته وجهوده من أجل قدراته الإلكترونية. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبدا بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبوا. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تحليلا للكاتب جدعون راشمان، حذر فيه من أن أي ضربة نووية حتى لو كانت محدودة في أوكرانيا فستكون لها آثار عالمية كارثية. أوضح الكاتب أنه على الرغم من إصدار 5 دول تمتلك أسلحة نووية هي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، بيانا رسميا مطلع العام الحالي يؤكد أنه لا يمكن كسب حرب نووية ولا يجب خوضها أبدا، فقد أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا في الشهر التالي. ومنذ ذلك الحين تولد قلق بين قادة العالم من نشوب حرب نووية بالفعل وقريبا جدا. وقد أشار إلى أنه منذ البداية قد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصراع بأنه وجودي بالنسبة لروسيا، وألمح أيضا إلى أنه قد يستخدم الأسلحة النووية لتحقيق النصر. على الرغم من انحسار الأزمة الأخيرة فإن التهديد العام باستخدام روسيا سلاحا نوويا لا يزال في ازدياد. ناقشت الحكومة الأمريكية سيناريو يرى أن هزيمة روسية مذلة في معركة خيرسون قد تقنع بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد القوات الأوكرانية. وأشار الكاتب إلى ما يقال عن أن بوتين لن يستخدم الأسلحة النووية بالقرب من الأراضي الروسية خوفا من تلويث بلاده، لكن مسؤولين أمريكيين كبارا يشيرون إلى أن أصغر الأسلحة النووية التكتيكية قد تقتل مئات الأشخاص وليس الآلاف، ويصل مداها التدميري المشع إلى بضعة أميال مربعة فقط. وتركز الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن على منع روسيا من اتخاذ تلك الخطوة القاتلة والوصول إلى عتبة استخدام الأسلحة النووية من خلال مزيج من الردع والدبلوماسية. هناك 4 سيناريوهات رئيسية يجب مراعاتها: التطبيع النووي والابتزاز النووي وتجنب الحرب، وفي النهاية سيناريو معركة نهاية العالم هرمجدون. الآن مع وقفة قصيرة للرسوم الكاريكاتيرية.
في منطقة اللؤلؤة بالعاصمة القطرية الدوحة تلفت أنظار الزائرين جداريات كتب عليها أحاديث نبوية مترجمة إلى الإنجليزية تعكس قيم الإسلام. هذه الجداريات انتشرت في مارينا اللؤلؤة وممر المواقع التجارية مع اقتراب احتضان قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 من نوفمبر تشرين الثاني الحالي والثامن عشر من ديسمبر كانون الأول المقبل. وقطر هي أولى دولة عربية في المنطقة تضيف البطولة الأبرز والأضخم في عالم كرة القدم وعلى مستوى المنتخبات. يطمح الفنان الفلسطيني عزام أبو السعود لإبقاء ذاكرة القدس حية وذلك بفن الأرابيسك عبر الإبقاء على هذا الفن ومنعه من الاندثار. وقال أبو السعود متوسطا مجموعة من أعمال الأرابيسك في منزله بحي رأس العمود في القدس الشرقية، رسالتي هي الإبقاء على هذا الفن ومنعه من الاندثار. أبو السعود هو كاتب أيضا عمل سنوات طويلة مديرا للغرفة التجارية في القدس وهو خبير بتاريخ المدينة مما ساعده في محاكاة هذا التاريخ بلوحات فنية. يجمع فن زخارف العربية الأرابيسك ما بين الخشب المحفور والزجاج الملون والمعدن والرسومات الهندسية الجميلة لعمل لوحات تزين شبابيك المنازل والأماكن الدينية والمؤسسات. وعلى مدى التاريخ استخدم هذا النوع من الفن لتزيين شبابيك المنازل والمؤسسات والأماكن الدينية بما فيها المساجد والكنائس في مدينة القدس، وما زالت العديد من المساجد والكنائس بالقدس الشرقية تستخدم هذا الفن في تزيين شبابيكها معتمدة على انعكاس أشعة الشمس عليها لإضفاء جمالية كبيرة عليها. قبل الختام مشاهدينا نتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هاجس السلاح يمثل حظر بيع السلاح ومنع حيازته والمطالبة بتقنينه هاجساً للناخبين الأمريكيين في انتخابات نصف المدة. فمنذ مطلع العام الحالي تم تسجيل أكثر من 350 حادث إطلاق نار جماعي من بينها الهجوم على مدرسة روبا الابتدائية في بلدة يوفالدي بولاية تكساس والتي أودت بحياة 19 تلميذاً واثنين من البالغين. وقد ارتفعت حوادث إطلاق النار في أرجاء الولايات المتحدة أكثر من 50% خلال عام 2021 وفقا لمكتب التحقيق الفيدرالي. جدل متجدد. المرشحون الجمهوريون يركزون في حملاتهم على حق امتلاك السلاح الشخصي متهمين غرمائهم الديمقراطيين المطالبين بتقييد السماح باقتنائه بالتراخي في كبح جماح الجريمة والحد منها على حد وصفهم. وقد أظهر استطلاع للرأي أجره بوليتيكو مورنينج كونسالت أن 60% من الناخبين أكدوا بأن الموقف من السلاح سيلعب دوراً كبيراً في تحديد بوصلة تصويتهم، إضافة إلى الحد من الجريمة ولا سيما في بلد يتصدر قائمة أكبر 10 دول حيث يمتلك المدنيون أكثر من 390 مليون بندقية. وفي عام 2020 وحده توفي أكثر من 45 ألف أمريكي بإصابات مرتبطة بالأسلحة النارية، إذ يسمح القانون الأمريكي ببيع السلاح لكل من تجاوز 18 عاماً في تجارة قاتلة تقدر عائداتها المالية بنحو 20 مليار دولار سنوياً. وقد سجلت حوادث إطلاق النار كذلك أعداد الضحايا في العام 2021 زيادة قدرها 53% عن العام 2020 وفقاً لصحيفة ذا هيل الأمريكية. مفارقات الكونغرس الأمريكي.
وقبل بضعة أشهر من الانتخابات النصفية كان وافق على مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية لناحية وجوب التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل من يرغب بشراء سلاح ناري. أما المحكمة العليا الأمريكية فأقرت أيضاً قبل أشهر بحق المواطنين في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار وصف بالتاريخي في دولة تعتبر فيها الرابطة الوطنية للأسلحة واحدة من أقوى جماعات الضغط السياسي. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.